ورجعنا لكم تاني علشان نكمل حلقتنا، وضيفتنا اللي منورانا النهاردة هتكلمنا عن حاجة مهمة قوي. احيانا كتير قوي بنبقى قاعدين مع حد او في مكان رايحين نقابل ناس في شغل، وكلامنا او حتى بين صحابنا كلامنا بنبقى مقتنعين بيه جدا، والفكرة اللي في دماغنا هي اللي احنا شايفينها صح، بس مع النقاش عملنا حركات غلط، اتصرفنا بطريقة بودي لانجوج غلط، فخلت اللي قدامنا المعلومة ما توصلوش، او احنا ما عرفناش نوصل الكلام اللي جوانا بشكل صحيح، لان هو الكلام مقتنعة بيه وافكار مترتبة في مخي، بس مش عارفة لا اوضحه ولا اقنع بيه اللي قدامي ولا كمان وصلت له صح بطريقة البودي لانجوج. عشان كده منورانا النهاردة ضيفتنا في عيش سعيد دكتورة مها محجوب، استشاري الموارد البشرية ولغة الجسد. منورة. ميرسي دكتور مها، نورتينا. وحاسه الموضوع ده ماتش نيدد بصراحه، يعني بيكون ساعتها عندنا وجهات نظر صح ومقتنعين جدا بيها، بس مش عارفين نوصلها اللي قدامنا. في حاجه اصلا اسمها فن الاقناع، ده موجود؟ طبعا هو موجود طبعا. ولو احنا اتكلمنا عن الاقناع، هو في الاصل مهارات تواصل. انا علشان اقدر اقنع طرف اخر فلازم يبقى في مهارات تواصل جيده اقدر ان انا اتواصل بيها مع اللي قدامي. في فروق فردية طبعا ما بين الناس اللي بيتولدوا عندهم كاريزما وعندهم مهارات اقناع، وناس هي او بتكون مثلا منطوية شوية وما عندهاش جرأة، ما عندهاش ثقة بالنفس، ما تقدرش توصل المعلومة للطرف الاخر. فبيجي هنا بقى دور التعلم، تعلم فن الاقناع، ازاي ان احنا نكون مقنعين. طيب ازاي نكون بقى مقنعين او نتعلم فن الاقناع ازاي؟ اول حاجه ان يكون في ذكاء اجتماعي او ذكاء عاطفي. لازم اعرف امكانياتي وحدودي وامكانيات وحدود الطرف الاخر اللي انا هتواصل معاه او هحاول اقنعه بحاجه. اوكي. يعني على سبيل المثال انا لازم يبقى عندي ثقه بالنفس، ثقه في المعلومه او الحاجه اللي انا عايزه اقولها. لو انا مهزوزه وما عنديش ثقه بالكلام اللي انا بقوله، اللي قدامي مش هيقتنع او هياخد هشتري الكلام يعني بالظبط كده. بنقول يكون عندي ادله، حقائق، براهين. مش هتكلم كلام عشوائي او ان انا اقعد اجيب كلام ملوش صحه، فبالتالي الطرف الاخر هيصدقني لما انا اجيب له حقائق، اكلمه عن حاجه كويسه. اكون صريح، اكون واضح، ما غشش اللي قدامي. ده هيخلق نوع من الثقة المتبادلة بين الطرفين. تاني حاجة لازم أدرس بقى الموقف. طب إيه الموقف اللي أنا هروح أتناقش فيه مع الطرف الآخر؟ هتكلم عن إيه؟ هقابله فين أو هقابلها فين؟ المكان، مكان عمل، في بيت، في مكتب، في كافي شوب. الجو العام أخباره إيه؟ طبيعة الشخص اللي أنا هناقشه، هو شخصية طف او شخصيه صعبه ولا شخصيه متسهله، شخصيه متعلمه او مش متعلمه، شخصيه عصبيه ولا شخصيه هاديه. عشان بناء على المعطيات دي كلها انا هبدا ان انا اوجه الرساله للطرف الاخر، ازاي انا اقدر ادخل له باي مدخل عشان اقدر اوصل لفكره، واقدر يكون في تواصل متبادل بيني وبين الطرف الاخر، واقدر اقنعه بالفكرة اللي أنا عايزة أديها له. أكيد. طب عايزة أسأل حضرتك، الكلام ده ممكن حد، يعني أنت قلتي في ناس بتتولد هي عندها الكاريزما إن هي تبقى مقنعة للناس أو طريقتها بتجذب الناس، في ناس تانية بتدرس الحاجات دي بفن الإقناع وغيره من المواد اللي بتساعد، هل ده بالتمرين ينفع أضبط الطريقة بتاعتي؟ طبعا أكيد بالتمرين بنقدر نظبط فن التواصل مع الآخرين. يعني على سبيل المثال مثلا الناس اللي بيشتغلوا في مجال التواصل الاجتماعي مع المجتمع، بيدوا بريزنتيشنز، بيدوا تدريب، هو لازم يكون صوته واضح وعنده كلام واضح، ما يكونش سريع، نفس اللغة اللي هو بيتكلم بيها مع الأطراف الأخرى. وليا يعني نموذج على الكلام ده، كان في حد سوداني بنأهله ان هو يبقى ازاي مدرب، هو بيتكلم بسرعه جدا وباللغه بتاعتهم، والولد عنده جميع المقومات الاخرى اللي يقدر يتواصل، بس اللغه مش مفهومه. هو جاي قاعد في مصر هنا ومش وبيوصل الرساله غير مفهومه. فاديته تاسك، قلت له لا لازم تشوف حد بيتكلم زينا وبيتكلم زي الناس اللي انت بتقابلهم، ودرب نفسك زي ان انت تتكلم بالراحه بنفس اللغه اللي الناس هيفهموها
عشان الرساله تقدر توصل لهم ويقدروا يقتنعوا. الولد اشتغل على نفسه اسبوعين ورجع بيتكلم بالظبط، قدر يعني المقاومات اللي هي التقديم او الاقناع كلها موجوده عنده، بس اللغه او الكلام اللي بسرعه ما كانش بيوصل الرساله واضحه. أيوة للطرف الاخر. بيلخبط الناس طبعا. بالظبط كده. ففعلا ممكن واحد يدرب نفسه، وحد ناس كتيره جدا مثلا ما عندهاش ثقه بالنفس، بنقول لهم في حاجه اسمها الميرور سبيكينج، او ازاي ان هم بيبقى عندهم زي مرايه بيقفوا قصادها ويتكلموا زي ما كنا بنعمل واحنا صغيرين، نمسك الفرشه ونبقى انا مذيعه. أيوة. او انا ممثله. اظن دي حاجه كنا بنعملها كلنا واحنا صغيرين طبعا. ونقعد نتكلم مع المرايه. أيوة. فده طلع فعلا ده حاجه علميه ومدروسه يعني. وعلميه. أوكي. ويدرب نفسه وبعد كده مش هيقولوا علينا مجانين يعني زي ما كانوا بيقولوا علينا زمان. لا التدريب هو هيشوف نفسه او بيصور نفسه بالموبايل، بيشوف هو طريقه كلامه شكلها ايه، حتى البادي لانجوج جسمه شكله ايه، ايديه شكلها ايه. من هنا يبدا بقى عمل براكتس، عمل تدريب واخذ ثقه بالنفس. بيحاول بقى زي ما شفنا في احد الافلام، حد عايز يشتغل مذيع وقصاد اهله بيقعدهم ويقول لهم طب ويقول لهم انا البيان التالي اقدم لكم الفقره دلوقتي. ايوه كنا زمان بنعمل كده. أيوة. مع اهالينا. فهو يدرب قصاد اهله ازاي هو بيتكلم، بسطه رساله وصلت او ما وصلتش، وبعد كده يقدر بقى يخرج بقى اللي هو لو هو حد عايز يشتغل في مجال مثلا البريزنتنج او البريزنتيشن او يدي حاجه. دكتور حضرتك بقى بما انك دارسه بودي لانجوج، فاكيد بتقعدي تركزي في اي مكان انت قاعده فيه مع ناس، في انترفيو، في الناس اللي حواليكي بره، حتى لما بتتعاملي مع الاسره بتعرفي تكشفي ده كذاب ده مش كذاب، ده متوتر في حاجه مخبيها عليا. ده بيحصل معاكي؟ اكيد طبعا. يعني مثلا انا ساعات بدرب، لما باجي بدرب بلاحظ البادي لانجوج بتاع كل الناس اللي قاعده جنبي. ولما باجي ببص لما بنيجي نقول في البرزنتيشن بنبص للناس على شكل حرف 8 بالانجلش 8. اوكي. فبنوزع النظرات عنها الناس كلها، وبتلاحظي بقى حركه الايد، حركه الرجل، زهق زهقان، حد بيبص في الساعه، حد كل شويه يقوم ويتكلم في الموبايل. فبالتالي ده بيدي انديكيشن او مؤشر ان في حاجه غلط. فبالتالي انا بتعامل مع حد يبقى لازم اشوف الغلط ده ايه وابدا اصلحه تلقائي. ناس زهقت مثلا، انا بكلم حد كل شويه بيقعد يبص في الساعه، متضايق، عمال يهز في ايده ورجله. ده بيدل على يعني ان انا هز في ايدي ورجلي، ده توتر. ده توتر. طبعا. ممكن في ناس كتيره جدا لغه العين، انا لما ببص لحضرتك بيبقى في لغه تواصل يعني طبعًا. لغه العين نبص في الجزء ده، فده بيؤدي لعدم تواصل. انا لو ما بصيتش في عين اللي بكلمه، الاي كونتاكت، الاي كونتاكت، او ببص فوق او ببص في الارض، ممكن اللي بيوصل رساله مش كويسه للطرف الاخر ان انا غير مهتم او غير مهتمه، فبالتالي ما بيبقاش في تواصل جيد وما بفيش اقناع. طب دكتور مها، الكذب او حد بيشتغلني زي ما نقول بالطريقه دي برضو بيبقى ليها طريقه في البادي لانجوج. عارف منين الشخصيه اللي هي جاي يقول لي حاجه بيحور عليا؟ هو من نظرة العين. فبيقول لك لو بص الناحيه اليمين هو بيفكر بيسترجع من الذاكره وبيكون صادق، لو بص في الناحيه الشمال فهو بيحاول يألف. وبعدين لو بص في الارض هو ممكن يعني بيفكر او مش ما عندوش المعلومه جاهزه. فمن نظره العين او بيحرك عينيه بكتير، مش قادر يبص لي في عيني، مش قادر يبص، بيكذب. بيحرك. في ناس محترفه قوي بتعرف الناس بقى المحترفه تعمل الحاجات دي صح. تكشفها ازاي برضو؟ ما هقول لك، في ناس حد بيكذب عليكي الايام دي؟ لا انا عايزه اكشف، بس عايزه اعرف عشان في كذابين اكيد في حياتنا. ما في كذابين، بس الكذاب بقى بتقدري تكشفيه في ايه؟ لما يغير يعني انت مركزه معاه او معاها، يغير الكلام اللي قاله بعدها بشويه. او مثلا هو بنتكلم عن البادي لانجوج، هو مثلا حد بيبان ان هو ابن ناس وبياكل بالشوكه والسكينه، هتلاقيه غلط غلطه وبياكل بايديه مثلا، او بيعمل تصرف هيعمل تصرف مثلا غير لائق. فبيبان اذا كان الطرف ده يعني بيكذب ولا كان حضرتك بتتكلمي وبتقولي على الناس عن الاقناع والمقابله الشخصيه. للاسف في سوق العمل في ناس يعني متدربين كويس جدا جدا على المقابلة الشخصية، على البادي لانجوج، على الكلام اللي هيقولوه، وهم عارفين هم بيقولوا ايه.
يعدوا مرحله الانترفيو يبقى هم بالزبط. غير يعني مش كواليفايد للشغلانه بالظبط. بيجي بقى اثناء الشغل هو بيلاقي صاحب العمل او مديره المباشر ان هو غير مناسب. وبالعكس صحيح. في ايه ده؟ طب ازاي هو عدى كل الحاجات اللي فاتت عشان هو درس متدرب. هو درس، هو دارس كويس، درس اختبارات شخصيه ونفسيه وعقليه، درس بادي لانجويج، درس الكلام، قرا السي في بتاعته، قرا الجوب ديسكريبشن، وصل الوظيفي المطلوب، وعرف هو بيقول ايه، خدع بقى اللي قصاده، قدر ان هو يدخل سوق العمل وهو غير مؤهل. في المقابل ممكن حد مثلا ما عرفش يكتب السي في بتاعته كويسه، ما عرفش يعبر عن نفسه، بس تكنيكالي وفنيا هو ممكن يكون عنده خبره أحسن وكفاءه وعلم طبعا. وشاطر جدا أكتر. فبالتالي يعني هو بقى بيتظلم بقى بالظلم يعني بس يعني دي هنا بتيجي بقى كفاءه القائم بالمقابله. ازاي يكشف ان اللي قصاده ده مثلا بيضحك عليه او بالحنكه بقى يرمي له مثلا سؤال في النص، يحاول مثلا انه يبعده ويرجع تاني، ممكن دي محتاجه مهاره طبعا. وبيقارن مثلا، بيكون مذاكر السيره الذاتيه بتاعته كويسه جدا. اما انا اذاكر لما الاقي بقى الكلام في الانترفيو غير اللي في السي في، او ساعات بيبقى بندي لهم ابلكيشن فورم، فبالتالي بتلاقي الكلام فيه تضارب، بنعرف ان هو كذاب او ان هو مش صادق. زائد ان احنا طبعا بنعمل تشيك ريفرنس ونسال عنه في الجهات العمل السابقه عشان نتاكد هل فعلا الكلام هو كويس مش كويس، كلامه اللي مكتوب في السي في ده مظبوط ولا لا. اكيد. طب عايزه اسال حضرتك، ازاي ابقى مؤهله بان انا ادرس كويس لغه الجسد وابقى عارفه ازاي ادخل على الانترفيو وابقى عندي فن الاقناع الناس اللي قدامي، لو انا حتى يعني كواليفايد، مش شرط ان انا اكون بخدع الناس، بس انا ممكن اكون انا شاطره في مجالي بس مش عارفه اقنع الناس بشطارتي او اوريهم ان اقنعهم ان انا مؤهله ان انا اكون في المكان ده. بالظبط كده. في مجموعه من الاجراءات طبعا احنا هنتكلم، مش مجرد السي في بس هي اللي بتؤهل الشخص، لكن حاجات كتير. اللبس، دريسنج كود، لازم اكون لابس لبس فورمال، لازم اعرف الشركه هي فين بتعمل ايه، قاري عنها وعن الهيستوري بتاعها، اكون عارف السي في بتاعتي كويس عشان ما اقولش حاجه هي مش موجوده، اعرف الوصف الوظيفي المطلوب ايه، واشوف ايه هي الامكانيات اللي موجوده عندي والخبرات اللي بتتوافق مع الوظيفه، اقرا عن الشركه ومين هم الناس اللي بيشتغلوا فيها والحاجات دي. لما بروح برضو ببقى دارس او عارف ازاي، ايه هي بقى المقابله الشخصيه، ان هو بيقول له طب قولي عن نفسك. طب حد مثلا بيقول لي والله انا متجوز ومخلف وعندي ولد وبنت ومشترك في النادي، لا انا مش عايز اسمع كده. انا عايز اسمع انت بتشتغل ايه، او اخر وظيفه ليك ايه، او انت ما عندكش خبره وجاي تتقدم لوظيفه، ايه الوظيفه اللي انت عايزها. فبالتالي هو لازم يجهز نفسه ويقدم نفسه بطريقه رسميه، يقعد بشكل مقبول. يعني في ناس مثلا بتيجي حتى بنات مثلا حتى اوفر ميك اب جايه مش لابسه دريسنج كود، بتمضغ لبانه، ده طبعا مش مقبول خالص. ناس بيقعدوا قاعده مش كويسه، بيناموا على الكرسي كده ويرفعوا رجل على رجل وقاعدين بطريقه مش لطيفه، فبيدي انطباع ان الشخص ده مش بروفيشنال. طبعا يعني اكيد. طبعا في ناس عدوانيه تيجي عايزه تتكلم. انا حاسه ان قعده حضرتك فيري بروفيشنال، ثانك يو، ميرسي، مريحه. يعني حتى كمان الطريقه عارفه زي ما بتدرس في الاتيكات. طبعا بالظبط. طب دكتور، في حاجه مهمه جدا، في ناس كتير حوالينا شباب كمان بالاخص، هم ما عندهمش مثلا القدره الماديه ان هم ياخدوا كورس عشان يطوروا من ذاتهم، او يعرفوا يفهموا في البادي لانجوج، او يعرفوا ازاي لما يروحوا انترفيو يعرفوا يتكلموا او يسكتوا امتى او يقولوا ايه. الناس دي تعمل ايه؟ انا بتكلم على فئه معينه جدا طبعًا. من الشباب ممكن يكونوا كمان بيدرسوا وبيشتغلوا في نفس الوقت طبعًا. ازاي يطوروا من نفسهم بس من غير كورسز او ارقام كبيره يقدروا يدفعوها؟ طبعا. احنا بنتكلم دلوقتي على العولمه، وان العالم اصبح قريه صغيره، والمعلومه سهل جدا ان احنا نجيبها، اي واحد في ايده موبايل دلوقتي، واي واحد بيعرف يطول على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا وكده. طب ما عندوش انترنت في البيت، او الباكج بتاعته ما عندهاش انترنت، في اماكن مفتوحه كتيره جدا جنب كافي شوب او اي حته هيبقى عنده اكسس للانترنت. اليوتيوب هو بقى يبقى في حاجه اسمها سيلف ليرنينج، هو بقى يدرب نفسه ويعلم نفسه، يدخل على اليوتيوب يشوف افلام عن اي حته هو عايز يطورها او ينميها، يدخل يعمل سيرش على النت يشوف ايه الحاجه اللي عايز يتعلمها. فالوقت سهل جدا جدا، اي حد يقدر يوصل للمعلومه ويطور من نفسه عن طريق الانترنت، ويقدر ان هو يأهل نفسه لاي حاجه هو عايزها.
حلو قوي. طيب ايه الحاجات الاوليه اللي لازم اي حد داخل على مجال جديد يتعلمها؟ اي مجال يعني؟ يعني داخل على مجال عمل جديد فهو لازم يبقى فيه عنده شويه حاجات كده رولز، كمهارات اقناع ولا كاتيتيود؟ خلي بالك انا اللي بعمل لك انترفيو. الاثنين والله. محتاجين دول ومحتاجين دول. طيب في البدايه زي ما قلنا كل بيئة عمل ليها كالتشر وليها ثقافة معينة. يعني مثلا في بيئة عمل بيلبسوا كاجوال جينز أو بولو أو أي حاجة وبيدخلوا الشغل، في ناس لا لازم دريسنج كود فورمال، يبقى أنا لازم أول حاجة ألبس يبقى عندي اللبس بتاعي الفورمال اللي أنا هدخل بيه المكان ده. الناس في 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 بيئة عمل مثلا بيقولوا أستاذ وأستاذة ودكتور أو مستر أو ميس، طب يبقى اذا لازم هتعامل فورمال داخل بيئه العمل. في اماكن تانية بينطقوا بالاسم بس، يبقى انا هتعامل كاجوال مع الناس التانية، زملائي او مديري هكلمه باسمه بس. ايه المطلوب مني؟ ايه اللي مطلوب مني؟ انا داخل مكان وليا هدف، مش رايح عشان اتفسح او كده. فلازم يعرف ايه هي الواجبات والمسؤوليات الخاصه بتاعته. في بعض الشركات المحترمه بيبقى في حاجه اسمها كتيب الموظف او الامبلوي هاند بوك، ده بيدوها للموظف، او هو لو شركه ما فيهاش اللي هو كتيب الموظف هو بيقول ايه هي بقى نظام العمل، مواعيد العمل، تقييم الاداء، تدريبات، الدريسنج كود، كل حاجه بيعرف النظام بتاع المكان، وبناء عليه بقى عارف القواعد واللوائح بتاعه المكان ده، فبيتصرف بناء على القواعد المطلوبه بالظبط كده. وبرده يبقى يتعامل مع زملائه بشكل رسمي برده شويه، ما ياخدش عليهم قوي على اساس واحده واحده ولسه ما يعرفش. والصدق والامانه والثقه بالنفس، ويبقى عنده ان هو عايز يدي وعايز ينتج وعايز يشتغل. طب دكتور احنا هنلعب لعبه كده مع حضرتك. شور. هنلعب لعبه وكمان عشان نثقف بيها الناس اللي بتشوفنا، لعبه البودي لانجوج. احنا هنعمل كذا حاجه تبدلني. او ممكن حضرتك برضو توضح لنا ازاي ده بيبين انا متوتره او كدابه او الخي يعني. هنقول لحضرتك طبعًا. كل حاجه وحضرتك تقول لنا. اتفضلي. الناس اللي بكرش بتقعد تهرش في وشها ده بيحصل كتير. هو بيقول لك اللي بيهرش مناخيره او كده ان ده حد بيكذب ومعندوش ثقه بالنفس فهو بيهرش كده. بس انا كان اول مره اطلع في برنامج تلفزيوني من حوالي 15 سنه وسجلت برنامج تلفزيوني ساعه لوحدي من غير مذيعه. اوكي. فحبيت اتفرج على نفسي فلقيت نفسي كل شويه بعمل كده. فما درست بعد كده بقى بادي لانجوج عرفت ان دي لا ده واحد بيكذب او بيدور على. بس انا فعلا ساعتها ما كنتش بكذب، بس هي جايز كان ممكن حركه مثلا عصبيه. ايوه انا لسه كنت بقول فيها احيانا حركات لا اراديه، في حاجات كده تانيه كتير. في ناس ممكن تبقى مثلا شعرها بيضيق، فاما انا بحرك شعري كتير بيبقى مثلا بعمل كده. أيوة. في حاجات مش كلها لازم تبقى برضو اللي انا عايزه، يعني هنعيش شاكين قوي في الناس اللي حوالينا كلها. ايه ده، دي لينا عملت كده وهي بتكلمني، دي كانت بتكذب عليا. في صفات يعني في حاجات كومن يعني انا دلوقتي لو قعدت كده بص يعني انا عملت كده مثلا ومع وشي مع الامبريشن صح وشي ان انا مش مبسوط مش مرتاح صح. دي حاجه كومن كل واحد هيقول لا دي الواحده قاعده كده دي مش مبسوطه. لكن لو حد قاعد في حته برد وعامل كده هو بردان صح. ففي حاجات كومن وكلنا بنعرفها على حسب الظرف او الحدث بالظبط، وعلى حسب الظرف زائد على حسب الكالتشر والثقافه والدوله. يعني ممكن البادي لانجوج في دوله بتبقى ليها تفسير معين، في دوله تانية بيبقى ليها تفسير مختلف. طيب احنا قلنا ده وتكاثرت الاقاويل فيه. طيب الناس اللي هي كل شويه وهي قاعده تهز رجليها وكده وتفرك وتقعد من القعده قلقانه، هي دي ناس بتبقى قلقانه او متوتره شويه او هم عندهم فرط نشاط او حركه. يعني هم عندهم فرط نشاط او حركه فعلا ومش عايزين مش قادرين يقعدوا. في ناس بتحب تروح وتيجي فدي حاجه من الاثنين يعني. طيب الودان في ناس برضو بتقعد ولا ده يندرج مع لا ممكن في ناس بتعمل كده يعني بتفكر مش عايز تسمع او مش عايزه تسمع، بتفكر في اللي بيتقال ومش عاجبها الكلام او اللي هو اللي بيتقال. اوكي. فرق الايد كتير ممكن عصبيه ممكن حتى بصي حضرتك يعني عامله كده مثلا فدي ليها اكتر من اختلاف. فبالك لو الانسان متوتر وبيعمل ايده بالشكل ده هو كده عشان يحس بالامان. لكن بنشوف رؤساء دول وناس كتيره جدا بيقعدوا بيحطوا ايديهم بالشكل ده،
فاحنا برضو قلنا ان تفسير البادي لانجوج بيختلف من ثقافه لثقافه ومن حد لحد تاني. فرك الايدين بقى ممكن عصبيه، عايز يحس بالامان، بيحاول يفرك ايديه، بردان لو حد أيوة. بردان بيعمل كده يعني. طب اللعب في الشعر، يعني في ناس كتير بتتضايق من اللي تقول لك اللي قدامي البنات كل شويه تقعد تلعب في شعرها كده، يعني توتر شويه، فده بيضايق ساعات اللي قدامنا. في ناس اصلا ممكن تقول كفايه اثبتي بقى، فده بيبقى ايه برضه؟ ده توتر شويه، حاجه بسيطه. بس اللي انا عايزه اقول لكم حاجه، يعني في ناس مثلا في الانترفيو في مقابله العمل في حاجه اسمها سيميلر تو مي، انت زيي. زي ايه مثلا؟ انا عايز اكسب ثقه اللي قدامي او الانترفيور اللي بيعمل لي مقابله. فالانترفيور عمل بادي لانجوج كده، فانا بقى رايحه هو عامله زيه كده. هو بقى هي واحده ما بتعمل انترفيو راحت عامله شعر، وما انا عامله شعر لو كان ليا شعر يعني عامله كده. فبالتالي هل دي بكسب ثقه؟ يور سيندينج مسج، بترسلي رساله للي قصادك انك انت انا زيك. أوكي. فبالتالي بيبقى في تعاطف، لا ده شبهي زيي. ايوه صح. طب عايزه اسال حضرتك برضو على الناس اللي هي بتصطنع الثقه بالنفس، يعني الناس دي سهل ان الواحد يكشفهم؟ لو وقع في لحظه ما ان هو حسيت ان هو ضعيف، ما قدرش ياخد قرار، انهار في موقف ما، الشخص اللي عنده ثقه بالنفس ده بيبقى شخص قوي جدا. يبقى عنده ثقه بالنفس، عنده ثقه باللي بيقوله، عنده ثقه بان هو اللي هيواجه اي موقف صعب ممكن يقابله. فلو حد وقع او انهار في حته معينه بتعرفي ان هو بيصطنع الثقه بالنفس. بمعنى يا دكتور عايزه افهم قوي حته اللي هو اللي بيصطنع الثقه بالنفس بيبقى سماتهم ايه؟ يعني حد بيتظاهر ان هو شاطر جدا وان هو كويس جدا وعنده علاقات عامه مثلا، ده تظاهر ثقه بالنفس، لكن في الحقيقه هو شخصيه لا فيها علاقات ولا هو شاطر في حاجه وهو شخصيه ضعيفه. بس بيحاول يظهر بمظهر غير اللي هو غير طبيعته. اكيد. طيب برضو عايزين نتكلم على فئه مهمه جدا، وهي الشباب اللي بتعمل برزنتيشنز في الجامعه. أيوة. وده طبعا عليه درجات كبيره قوي، يعني احنا مش زي زمان كان كله في كتابه طبعًا. دلوقتي لا، في امتحانات الشباب بتاخد عليها درجات من خلال وقفتها والبرزنتيشن وازاي تشرح طبعًا. وهي صعبه قوي يا دكتور، يعني انا فاكره ايام الجامعه كنت وانا بعمل برزنتيشن ما بنامش من اليوم. أيوة. اللي قبليها ايدي بتترعش، مش بعرف اكنترول ايدي، بتكلم برضو قدام الدكاتره، ده مستقبلي، مشروع تخرجي، وبتكلم قدام طلبه طبعا. أيوة. في اللي بيضحك وفي اللي بيتريق وفي الكلام ده كله. فبرضو ازاي الشباب اللي في الجامعه يقدروا ان هم يعملوا برزنتيشن او يكون عندهم برزنتيشن سكيلز حتى لو بيبتدوا واحده واحده؟ طبعا العامل النفسي مهم جدا. انا لو قاعد خايف، انا شاب في الجامعه وخايف وعندي رهبه، هقول برزنتيشن قدام مثلا 5000 او 100 واحد او 50 واحد، والدكتور قاعد ولا دكاتره قاعدين، وهيبقى مضطرب. الخوف اللي عنده ده هو اللي هيأثر على مستوى أدائه. أي حد يا جماعة لو أنتوا شفتوا التيك توك اللي هم الناس اللي بيتكلموا قدام آلاف الناس، كأنه مش شايف الناس دي. طب حضراتكم مذيعين دلوقتي، هل أنتوا مرتبكين وخايفين وفي كاميرا بتصور؟ يمكن في الأول أكيد كله بيعدي كده. لا أنا بتكلم مع حضرتك كأن أنا مش بتصور. لا انا بالظبط، ما هو انا بقول ان هو عشان الاكسبيرينس دول طلبه. أيوة. فهي اول كأنه مره مش شايف حد. يعني هو يبقى عنده ثقه بالكلام اللي هيقوله. يعمل اعداد جيد للكلام، مذاكر. في حاجه اسمها بيتشنج، البيتشنج اللي هي بنديكي وقت محدد انك تقولي فيه محتوى معين. وده حتى في البرزنتيشن هم هيحكموا عليه في الوقت اللي مديه له برزنتيشن، تانيك 5 دقائق 10 دقائق تلت ساعه تتكلم فيها. هو بيتدرب قبل ما يروح يعمل برزنتيشن، انا هقول الكلام ده، وبيجيب ساعه وبيشوف هو اخد وقت قد ايه انه يعرض الفكره بتاعته. اي موضوع في راس الموضوع او مقدمه والموضوع والخاتمه طبعا، اذا لازم انا لما اعمل برزنتيشن اوصل المعلومه كامله. وبرده ان انا اتكلم بسرعه واقول الحاجات دي كلها في 5 دقائق وانا مطلوب مني اتكلم 5 دقائق ما ينفعش. اقول المقدمه بس وموضوع من غير الخاتمه واخلصهم في ال10 دقائق برده ما ينفعش. فدي محتاجه تدريب. يقعد يدرب نفسه بيتشنج، وحاجه اسمها فيها بيتشنج اليفيتر. بيتشنج اليفيتر بيقول لك ايه؟ يعني هم حتى الناس اللي هم رواد الاعمال اللي بيروحوا يعملوا بيقولوا فكره مشروعهم، بنشوف مثلا احنا احد البرامج اللي بتطلع وبيقول فكره المشروع، فاللي جاي فكره بيقولوا انت لو هتركب اسانسير مع رجل اعمال
وهتطلع من الدور الارضي للدور الخامس او العاشر وعندك فكره مشروع وعايز تقولها. انت عايز تقول له انا اسمي ايه وعندي فكره مشروع ايه وهكسب ايه وانا عايزه اقابلك. ايوه هتكسب من مسافر مع الاسانسير يطلع. بالظبط كده. وهو ده اللي بيحصل هنا فعلا. حتى في الجامعه الامريكيه ما بيعملوا مسابقات بيدوا دقيقه واحده لكل شاب عشان تحاول تقنعنا بفكرتك او مشروعك. بالظبط كده. فهو لازم اي حد يتدرب كويس جدا المحتوى بتاعه بيكون من المجموعات دي يبقى عنده ثقه بالنفس لما يروح ما يخافش من اي حد كانه مش شايف الناس. مش شايف حد. افصل نفسك عن العالم اللي قدامك. يلبس صح يشوف البادي لانجوج بتاعته. الصوت. انا عايزه اقول لكم ان في دراسات اتعملت في التواصل بين الناس وبعضها قالوا ان الكلمات هي اللي بتاثر 7% بس من الكلمات هي اللي بتاثر. هي اللي بتاثر على اقناع الشخص اللي قدامك. 55% بادي لانجوج و38% نبره الصوت. وفي التليفون ب 86% الصوت نبره الصوت و14% الكلمات. طبعا. وده اللي بيحصل مثلا لما الناس تتكلم بالتايبنج بيفهموا بعض غلط. طب انا أيوه. كتبت كذا انا كانش قصدي ده. صح. لا بس انا قريتها في بالي ان هي كانها صح. بنبره ان حد بيزعق لي مثلا. ولو حتى بالتليفون حضرتك لو بتكلمي حد بيقول لك حاجه انت زعلان ليه؟ طب انت مبسوط شكلك صوتك مبسوط. بتحس بالصوت صح وعايز يوصل. نبره الصوت تكون مظبوطه ما تكونش واطيه جدا الناس ما تسمعش ما تكونش عالية قوي ازعج الناس. ما تكونش متردد او خايف. الناس بيعملوا برزنتيشن ما يكونش عندهم تردد او خايفين يبقى عندهم يقدروا بيتكلموا بثقه امتى يتكلموا امتى يقفوا في الكلام يكملوا امتى. فهي موضوع اعداد جيد ويتدرب عليها يلبس كويس يلبس كويس يعني يلبس كويس ويتكلم كويس ويعمل براكتس كويس وما يخافش. هو برضه لو حط حاجه ان يعني ربنا سبحانه وتعالى اللي كاتب له هيشوفه. طبعا هينجح خلاص هينجح مش هينجح خلاص فما يخافش من اي حاجه. اكيد يبقى عنده حاله من الثقه اكتر كده في نفسه. انا عايزه اسال على حاجه ثانيه عكس اللي احنا بنقوله ده. يعني انا دلوقتي ايه الحاجات اللي انا ممكن اعملها او تصرفات بدل ما اقنع اللي قدامي لا بالعكس ده هو يعني يقفل مني خالص وزي ما قالت لينا كده الموضوع يبوظ يروح في حته ثانيه خالص. يعني اخطاء الاقناع. اخطاء بالظبط. طيب في ناس فاكره ان انا عشان اقنع اللي قصادي ان لازم يبقى عندي مثلا راي واحد وثابت ولازم افرضه على الطرف الاخر. لا ما ينفعش طبعا. زي ما قلنا قبل اي حاجه لازم بنعرف احنا بنتكلم مع مين خلفيته العلميه والسن وايه الموضوع اللي انا هتكلم فيه عشان اقدر ادخله في المدخل صح. فاول حاجه ان انا اكون متعنت في رايي وان انا لازم افرض رايي على الاخر هو هيعمل بلوكينج مش هيعمل اتقفل خلاص اتقفل. اللي هي الإصرار على توصيل المعلومة. يعني مثلا ستيف جوبز رئيس أبل كان ذكي جدا جدا وناجح جدا جدا وبالرغم ان هو كان شخصية كاريزمية لكن ما كانش بيتقبل ان اي حد يقنعه باي حاجة. فكانت الناس بتفضل وراه 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 اتكلموا اسبوع التاني التالت لحد ما يقتنع بالايه بالفكرة او المعلومة اللي هم عايزين يوصلوا. فالاصرار وانك انت عايزة توصلي الحاجة او تقنعي الطرف الاخر بحاجة دي مطلوبة جدا. عدم السخرية من الطرف الاخر. يعني ممكن واحد حد صغير حد بسيط مستوى علمي او اي مستوى مثلا ضحك عليه او مستهزئ بيه. بالظبط كده. فطبعا ده مش ده كويس وحش قوي. طبعا الصوت العالي برضه طبعا الصوت العالي وحش جدا. في ناس على فكره طبيعي صوتها عالي اما بتيجي تتكلم مع ناس الطرف الاخر بيفتكر ان هو بيزعق. بالظبط كده. يعني هو ما بيزعقش هو بس هو ممكن عالي. اصلا فيا المشكله دي ان انا عشان اوصل وجهه نظري ببقى متنشنه وعلي صوتي فلو طب انت صوتك عالي يدل على ضعف موقفك. ايوه بالظبط فقدت يعني المصداقيه بتاعتك. بالظبط فباين ان انا الاجريسيف وان انا اللي غلطانه في الاخر فانا اللي بخسر ببقى لوزر مع ان ممكن يكون وجهه نظري صح بس صح مش بس الطريقه بقى الطريقه فدي في الحاله دي بقى بنفهم. معلش انا اسفه هو دي طبيعه الكلام انا ما اقصدش ان انا انفعل عليك او كده يعني. الصدق طبعا زي ما قلنا انا ما كدبش انا لو كدبت فهيفقد الثقه فيا فبالتالي مش هيقدر يقتنع بكلامي. صح. يبقى عندي حقائق ومعلومات حقيقيه قبل ما اروح اتكلم عن موضوع لازم اكون عامله له اعداد جيد. حتى لو في الحياه الاسريه في مثلا زوج اولاد لازم يبقى عندي معلومة أقدر إن أنا أدخل لهم من المدخل الكويس إن أنا أقدر إيه يقدروا يعني يتقبلوا الكلام بتاعي. وأبقى مرتبة الأفكار كمان صح؟ والأفكار طبعًا طبعًا. ده الأساس يعني. في مشكلة كبيرة جدًا في الإقناع
بتلاقي ناس هم فعلا هم ناس ممكن يكونوا مراكز كبيره جدا وسنهم كبير، بس ما تدربوش على الحته بتاعه البيتشنج بقى، اللي انا ازاي اقول اللي انا عاوزه في وقت معين. صح، انا لازم اوصل الرساله بتاعتي في وقت معين. زي أيوة. مثلا انا هاجي النهارده اقول لهم الحاجه دي في الوقت المعين، انا عايزه 1 2 3 ابدا بقى اشرح بعد كده. صح، انتوا عرفتوا الهدف ايه، الموضوع كله ايه بالظبط، فانا اجي اشرح بعد كده. فان المعلومه لازم تكون واضحه وفي ايجاز وفي ايدينا. في حاجه بتقول لك ايه، ضع نفسك مكان الطرف الاخر، put yourself in the other shoe. يعني انا لازم افهم اللي قصادي هو ايه، عنده الخلفيه بتاعته ايه، متعرض لموقف معين، اختار التوقيت. صح، كمان اللي اقول له فيه يمكن هو اصلا مش في المود ان هو يتكلم او يستقبل أو معلومه المكان. او بالظبط. وبرضو اقرا لغه الجسد لما اروح اقابل حد وبعدين كل شيء نادي حد، اه طب انا جاي دلوقتي. بس كمان يا دكتور ده كمان مش في الشغل بس، في الحياه العمليه او طبعا. في الحياه سوري الاسريه، يعني مثلا دلوقتي جوز واحده راجع من الشغل مثلا، هي عايزه تطلب منه طلب وهو راجع، ما ده مش طبيعي ان انت تطلبي في التوقيت ده وجوزك لسه راجع من الشغل مواصلات وحر ومديره معكنن عليه وعنده شغل قد كده، استنى ما يتغدى ويشرب كوبايه الشاي برضه زوجه مصريه اصيله والله، برافو عليكي. هو ما عندوش وقت مناسب طول الوقت ده كده كده. حتى اولادك كمان، لانه لما يبقوا من جيل تاني انت محتاجه توصلي لهم المعلومه بطريقه معينه، يعني تواكب سنهم، ما يفكروش بقى ان الام والاب دول مدرسه قديمه وانت قلت فاشن واحنا لا، انت الكلام ده كان زمان. طب ازاي انا هوصل لكم المعلومه دي ان الحاجه دي لا هي ده الصح، والناس كل الاجيال كلها بتتبعها، حتى دول اوروبا او في اوروبا وامريكا بيتبعوا نفس النظام طبعا. فعايزه شويه من اللباقه والممارسه، مين ايه بينفع معاهم بالظبط كده. يعني في مثلا تربيه الاب والام للاولاد هو بقى التهديد والوعيد وعمل كذا وكذا وكذا، لكن لقيت ان في بعض الاسر ان الام لما بتستعطف الاولاد وبتبان ان هي ضعيفه قصادهم فبالتالي هم بيسمعوا كلامها، لا بي أيوة. بي بي الحته دي بيفهموا وجهه نظرها من الضعف مش من القوه. صح، مش ان بقى انا انت لما فكرت كذا كذا. أيوة. لا نقعد نجرب كذا حاجه نشوف هينفع معاهم ايه في الاخر. صح. دكتوره مها محجوب حضرتك نورتينا النهارده، وبجد المعلومات اللي قلتها لنا مهمه جدا، ولازم اي حد يعني داخل على مرحله جديده انترفيو حابب ان انت تقعد حتى لو رايح يتقدم لعروسه برضه، كلها حاجات تخص فن الاقناع ولغه الجسد اللي احنا بنحتاجها طول الوقت في تصرفاتنا، ويعني كل يوم كل أكيد. يوم بنبقى محتاجين نعرف ازاي نتعامل. شكرا جدا ليكي حضرتك، نورتينا. ميرسي يا دكتور مها، نورتينا جدا، وفعلا ادتينا معلومات كتير هنقدر احنا كمان حتى مهما الواحد لو وصل لمرتبه معينه في شغله احنا بنتعلم كل مره حاجات كتير، فبنشكر حضرتك جدا. ميرسي، شكرا. وخلينا بقى نروح لفاصل عشان نكمل حلقتنا في عيش سعيد، خليكم معانا وما تروحوش في اي مكان.